من خلالكم الحكومة، ونهنأ السيد رئيس الحكومة وأسرة التعليم على الاتفاق 14 يناير التاريخي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. كنهنأكم السيد الوزير لأن الحكومة بهذا الاتفاق استطاعت أنه تحل مجموعة من الملفات العالقة اللي كانت عند الفئة التعليمية، واللي كانت مطالب رئيسية ديال النقابات والشغيلة التعليمية لسنوات طويلة أمام حكومات صماء. اليوم هذه الحكومة بالفعالية ديالها نجحات أنه تصنت تسمع تلقى الحلول، وكذلك توقف بذلك الاحتجاجات والاحتقان اللي كنا كنشوفوهم في الشوارع المغربية. ولو كان هاد الشارع اللي قبلتنا سيد الوزير يتكلم، وهو اللي كان شاهد على سنوات عجاف من التعامل مع الفئة التعليمية، لو كان يهضر كنتوا تعرفوا السيد الوزير الحجم الإنجازات الكبيرة اللي قمتوا بها في هذا الإطار، واللي غادي تسجل بمداد من الفخر في تاريخ هذه الحكومة. ولو كان صفقوا عليكم من دابا حتى العام الجاي ما غاديش يكون كافي، لأنكم نجحتوا أنكم تحلوا مجموعة من المشاكل، ترقية خارج سلام بالإضافة إلى الزيادات ديال 3400 درهم، إدارة تربوية، ترقية الشواهد مع تغيير الإطار، كذلك ملف الدكاترة التعليم المدرسي وغيرها من الملفات، بالإضافة إلى أنكم نجحتوا أنه تفككوا قنبلة التعاقد اللي فجرتها الحكومة السابقة واللي ورثتوها على الوزراء اللي كانوا قبل منكم. وبالتالي السيد الوزير كنشوفوا بأنه هذا الاتفاق غادي يكون إن شاء الله مدخل أساسي من مداخل الرقي بالمدرسة العمومية.